نصر الشاهد جندي مجهول من اللي موجودين في القناة. هو جه نصر. يا نصر، صباح الفل عليك. صباح الفل يا استاذ محمد، الف مبروك الانطلاقه الجديده. الله وانت طبعا يخليك. يعني اصلا ابن من ابناء القناه الاساسيين يعني، والاعمده بتاعه القناه. ربنا يخليك. انا بصراحه يعني ده نظرتي فيك من زمان، ان انت يعني شخصيه محترمه جدا وبتحب القناه جدا، وراجل يعني قلبك على القناه وعايز تعمل شغل، وعايز تعمل القناه يعني شغل جديد. عشان كده ربنا يوفقك وان شاء الله القادم افضل يعني. الف الف مبروك يعني الانطلاقه الجديده. ربنا يخليك يا نصر. انا ما انكرش اللي انت المجهود اللي انت عملته. طب قول لي بس، انت في الديكور الجديد ده انت عملت ايه يا نصر؟ قول لي كده الحاجات اللي انت عملتها، بس قول والله انا بصراحة كنت شغال معاكم بقلبي يعني، يكفي يعني. بقلبك ما عملتش حاجة. لا لا احنا كلنا والله، كل العاملين في القناه نصر وكل الناس كلها بصراحه يعني بيحبوا القناه جدا، وكل الناس كانت بتشتغل بقلب ونفسها القناه تبقى يعني انطلاقه جديده وشكل جديد، يعني شيء جميل فعلا يعني. الناس كلها جميله فعلا يعني. ان شاء الله باذن الله نصر، واللي جاي اقوى بكتير جدا. وانت من الشخصيات اللي بعزها جدا في القناه، مجهودك واضح وعلى فكره هو صاحب فكره ان تبقى الارضيه بيضه في اسود كده، وهو على فكره من كان بيشيل بايده الارضيه دي وكان بيظبطها. ومش عايز تقول اي رساله اللي بيشوفونا يا استاذ نصر؟ بنقول لهم ان الصحه والجمال قناه لها تاريخ، قناه لها كيان. نحن الافضل دائما ان شاء الله. نقدم لكم محتوى جيد، إن شاء الله بإذن الله. ونقدم ولن يكون على شاشه الصحه والجمال الا ما هو افضل إن شاء الله بإذن الله. فقط يعني. إن شاء الله شكرا. بإذن الله. صباح الفل عليك يا نصر، وتحياتي ليك، وأحلى تحية عليك، ودايما متألق ودايما داعم لينا دايما يا نصر. حبيبي يا استاذ محمد، حبيبي تسلم يا رب. حبيبي، صباح الفل عليك. طيب